اهلا بكم في الحلقه السابعه من السيريال كوميونيكيشن بروتوكول يو ارت. دي الحلقه الثانيه في الربط بين اليو ارت والال سي دي، بمعنى اني هكتب جمل على اليو ارت هتطبع مباشره على الال سي دي اللي متوصل بالمايكرو كنترولر عن طريق بروتوكول يو ارت، فخليكم معانا. في الحلقه اللي فاتت اللي هي بارت 6 من سيريال كوميونيكيشن في الربط بين اليو ارت والال سي دي، اتكلمنا عن المشاكل الخاصه بالكود وقتها. كنا بنستخدم الفانكشن اللي اسمها يو ارت 1 اندرسكور ريد اندرسكور تكست، والداله دي كانت بتقرا كل التكست مره واحده اللي جاي من السيريال، بعد كده تطبعه على الال سي دي. واجهتنا بعض المشاكل في الفيديو ده ان شاء الله هنحلها، رغم ان هي فيها مشاكل الداله دي لانها مهمه في بعض البرامج وبعض الافكار. دي الدايره هنا على البروتوس عندنا، ادي المايكرو كنترولر، دي التوصيلات الاساسيه زي ما قلنا قبل كده. عندنا LCD متوصله على بورت بي بالتوصيلات اللي انت شايفها، معانا الفيرشوال تيرمينال، بجيبه من هنا، اضغط على الرمز ده، اضغط على فيرشوال تيرمينال هنا واضغط هنا كده هيظهر لي، اضغط كمان ضغطه هيظهر. بتوصل هنا الار اكس بتاعته بالتي اكس بتاعت المايكرو كنترولر، تي اكس بتاعته بالار اكس بتاعت المايكرو كنترولر، بعمل تبديل زي ما شرحنا قبل كده. هنعمل رن كلمه ويلكم على ال سي دي 1 ثانيه، وبعد كده ويلكم هنا وبتبقى ثابته على السيريال طبعا مش بتتمسح. باجي هنا هنكتب وليكن امبيدد، لاحظ اي حرف بكتبه هنا بيظهر على ال سي دي في نفس التوقيت. الفكره بتاعت النهارده مختلفه تماما عن فكره الفيديو اللي فات بتاع بارت 6. مسافه، خلي بالك المسافه اللي بضغطها هنا بتظهر مسافه على ال سي دي برده، ادي سيستمز لو لاحظت هنا كده. انت طبعت هنا 16 حرف لان ال سي دي بتاعتنا عباره عن 16 حرف في صفين. عرض السيريال بيبقى مشابه جدا لعرض ال سي دي، الكلام ده انا عن طريق البرمجه عامله. فبالتالي هنا بعد ما اخلص سيستمز الاس الاخيره اوتوماتيك نزل هنا الكورسر، انا ما ضغطتش انتر، هو اوتوماتيك نزل هنا. الكلام ده عن طريق البرمجه في الكود. هنكتب وليكن مثلا توتوريال مسافه كورس، خلي بالكم هنا بعد الاي في مربع فاضي كمان، يعني مازال في مربع هنا والكورسر واقف هنا. انا هضغط مسافه، اول ما تضغط مسافه كده هو حط مسافه، والال سي دي خلاص كده عرضت كل الكاركتر بتاعتي. المايكرو كنترولر بعد ما يعرض الكلام على ال سي دي هيرد على السريع بكلمه ضن. ضن دي مش انا اللي كاتبها، دي مبعوثه من المايكرو كنترولر بيقول له ان العمليه تمت بنجاح. هنضغط اي حروف، بصوا كده اي حروف اضافيه بعد كلمه ضن بتكتبها بيمسح الشاشه وبتدي يكتب من جديد. بصوا كده اول ما يكون 16 حرف، ده الحرف الاخير اهو الجي، نزل اوتوماتيك هنا، وفي نفس التوقيت هينزل اوتوماتيك على ال سي دي استعدادا مع الحرف اللي بعده. نلاحظ كده معايا امبيدد سيستمز، تمام. اول ما ضغطت الاس اوتوماتيك رد هنا كلمه ضم وجهز الكورسر للي بعد كده وعرض الكلام على ال سي دي. لو كتبنا اي حروف هنا، نفترض ان انا غلطت في التوقيت ده وعايز امسح الشاشه والسيريال في نفس التوقيت وعايز ابدا كتابه من جديد، اضغط على سلاش الموجوده على الكيبورد بيبتدي يمسح الشاشه زي ما انتم شايفين، وكتب كلمه ويلكم هيبتدي من جديد هنا دلوقتي. هضغط مسافه اوتوماتيك يبقى الحرف الاخير اللي هنا ظهر ده مسافه، عمل ضم. اي كاركتر بكتبه بيظهر على ال سي دي، في اي توقيت عايز امسح السيريال والال سي دي اضغط على سلاش اللي هي موجوده مع الارقام اللي هي علامه على، يعني بصوا كده اي توقيت سلاش اهو بيمسح الشاشه وهيكتب كلمه ويلكم. هنضغط سلاش تاني اهو مسح الشاشه وكلمه ويلكم، خلي بالك الكورسر بيظهر من جديد استعدادا لاي جمله تكتبها بعد كده. دي كانت فكره البرنامج النهارده. تعال نشوف الكود مع بعض. الكود مش هشرحه مره واحده، هشرحه بالتدريج ازاي نفكر ازاي نكتبه خطوه خطوه. اول حاجه ال LCD متوصله على بورت بي، يبقى انا الاوامر دي خاصه بظبط ال LCD على بورت بي. انت هتستقبل كاركتر من السيريال وهتطبعه ال LCD، يبقى محتاج متغير اسمه ريسيف، لازم يبقى من نوع كار عشان انت هتستقبل كاركتر من السيريال وهتطبعه ال LCD، يبقى كار ريسيف. عندي كمان هستخدم نيو لاين كتير، فالامرين الخاصين بيه نيو لاين عملتهم في فانكشن سميتها نيو لاين وشرحنا الكلام ده بالتفصيل الممل قبل كده. هستدعي الفانكشن بس بدل ما اكتب الامرين كل مره. انت هتستخدم ال سي دي، يبقى في الفويد مين هعمل انيشاليزيشن ال سي دي، عملت كلير ليها، عملت كورسر اوف، طبعت كلمه ويلكم على الشاشه في الصف الاول العمود الاول، استنيت واحد ثانيه رحت ماسح كلمه ويلكم على الشاشه. هستخدم اليو ارت، يبقى لازم اعمل انيشاليزيشن يو ارت 1 اندرسكور انيت، البود ريت 9600، طبعت كلمه ويلكم على اليو ارت زي ما انتم شفتوا بالامر ده. هعمل نيو لاين بعد كلمه ويلكم، هعمل نيو لاين على السيريال، هروح لفور. انا هستقبل كاركتر كاركتر، اي كاركتر هتكتبه على السيريال هنا مباشره هيظهر على ال سي دي، يبقى انت هتستقبل كاركتر كاركتر وليس كل التكست مره واحده. الفكره مختلفه تماما عن الفيديو السابق. يبقى اجي هنا اقول له يو ارت 1 اندرسكور ريد قوسين فاضيين، يبقى ده بيستقبل ايه؟ يستقبل كاركتر واحد في المره، هخزنه في المتغير اللي اسمه مين؟ ريسيف. طبعا العمليه دي كلها هتتم ايه؟
جوه ان انا بعمل تشيك هل في داتا ولا لا. لو في داتا روح اقراها حطها في المتغير السيف. انت مباشره اي كاركتر بتكتبه لازم يظهر على السيريال، يعني بيرجع تاني على السيريال. ابقى اجي هنا اقول له يو ارت 1 اندرسكور رايت ريسيف، يعني خد الكاركتر اللي انت استقبلته ورجعه تاني على السيريال عشان يتعرض على الشاشه. وفي نفس التوقيت عايز تعرضه على ال سي دي، ابقى اقول له ال سي دي اندرسكور كار اندرسكور كارنت بوزيشن، وطلع المتغير ده او الكاركتر اللي انت استقبلته او الحرف على ال سي دي مباشره. نعمل بيلت بالوضع ده، هنعمل رن من جديد. كلمه ويلكم اهي، واحد ثانيه اختفت، وادي ويلكم هنا. تعال نطبع على الشاشه كده امبيدد. تمام، لو لاحظتوا اي حرف بكتبه على السيريال بيرجع على السيريال تاني، في نفس التوقيت بيتعرض على ال سي دي. تمام، هكمل مسافه توتوريال. المشكلة في ايه؟ ان السيريال بيعرض الحروف جنب بعض. كمان ال LCD هنا فعلا هنا بيعرض حروف على فكرة. انت بعد ال M هنا كتبت مسافة، بعد ال M في مسافة، يعني كتبت حرف T. هو حرف T موجود هنا بس مظهرش على ال LCD لان هو الكورسر بيكمل في نفس الصف. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج اعرض 16 حرف بس. اول ما يوصل ل 16 حرف انزل الكورسر تاني تحت، وهنا في نفس التوقيت بعد ما تعرض 16 حرف المفروض تنزل الكلمه اللي بعد كده هنا. يبقى بعد 16 حرف اعمل النيو لاين عشان يطبع الكلام الجديد بعد كده. يبقى اعمل ايه؟ يبقى الامرين دول ان انا اعرض مباشر ما ينفعش. تمام، يبقى هروح اعرف متغير تاني اسمه انساين شورت كولوم بيساوي زيرو. يبقى هعرف متغير جديد كولوم من نوع انساين شورت وهديه انيشال بزيرو. يبقى انا عرفت كولوم فوق واديته انيشال بزيرو. هيجي هنا هعمل تشيك هل الداتا موجوده؟ اه. يبقى هاخد الداتا يقراها يحطها في المتغير اسمه ريسيف. هروح اعمل ايه؟ المتغير ده اللي اسمه كولوم هزوده بمقدار واحد. خلي بالك الانيشال بتاعته بزيرو. يبقى اول كاركتر يقراه هيخزنه في ريسيف، وقتها هيخلي الكولوم عندي بواحد. اروح اعمل تشيك اف هل الكولوم اكبر من واحد واقل من 16. ليه بعمل كده؟ لان انت على ال سي دي اول صف عندك عباره من اول كاركتر لغايه كاركتر 16، وعلى نفس السيريال برضه عايز تطبع من كاركتر واحد لكاركتر 16 في اول صف، واوتوماتيكي بعد كده ينزل الصف اللي بعده. تمام؟ يبقى انا اعمل تشيك هل الكولوم اللي عندي اللي هو المتغير اللي زاد فوق بين واحد اند اقل او يساوي 16؟ اه. يبقى وقتها اطبع على السيريال الكاركتر واطبع ال سي دي في الكرنت بوزيشن نفس الكاركتر. تعال مع بعض نعمل بلت كده. رن تاني ويلكم اهي امبيدد سيستمز. اطبع مسافه، خلي بالك ان انا ايه طبعت او ضغطت مسافه ما ظهرتش هنا. هكتب اي حروف تاني، بص كده مفيش اي حاجه بتظهر، يعني انا بقى شغال بكتب على الكيبورد مفيش اي حاجه بتظهر. ليه؟ لان هو هيبتدي يقرا كاركتر كاركتر ويحطها في المتغير ريسيف، لكن هيطبع على ال LCD والسيريال كاركتر من 1 ل 16. طب والباقي مش هيطبعهم، لان لو الكولوم ده بقي 17 معناها كاركتر 17 مش هيدخل جوه اف دي، مش هيعمل حاجه، هيبقى الكاركتر اوريدي موجود في المتغير اسمه ريسيف بس مش هيطبع. فانا اعمل ايه؟ اجي هنا، انت هتطبع من كولوم 1 لكولوم 16 او من كاركتر 1 ل 16. يبقى هتاخد القيمه دي تطبعها على ال سي دي وعلى السيريال مفيش مشكله. يبقى انت اول ما توصل ل 16 يبقى انت طبعته على ال سي دي وطبعته على السيريال. اروح مباشره بعدها اعمل تشيك داخل الاف اللي هنا دي، هقول له هل الكولوم او الكاركتر عندي وصل ل 16 يعني اخر حرف؟ اه. اول ما يوصل لاخر حرف مباشره في ال سي دي انزل للسكند رو، انزل للصف الثاني. ولو انت شغال على السيريال او اليو ارت انزل النيو لاين. يبقى وقتها هيستقبل الحرف ويحطه في ريسيف، ده اول حرف، ويخلي الكولوم تبقى بلس بلس والانيشال كان بزيرو تبقى بواحد. هيسال هل الكولوم اكبر او يساوي واحد؟ اه. واقل او يساوي 16؟ نعم. اطبع القيمه على ال سي دي والقيمه على السيريال. هل الكولوم بيساوي 16؟ لا طبعا. هيرجع تاني الاول هيقرا ويحط في المتغير اسمه ريسيف، كولوم كانت واحد من قبل كده هيخليها باتنين، يرجع يعمل تشيك هل الكولوم اكبر او يساوي واحد؟ اه فعلا ان قيمته باتنين، اقل ويساوي 16؟ نعم. هيطبع الحرف الثاني على ال سي دي برضه على اليو ارت، وهيسال هل الكولوم بيساوي يساوي 16؟ لا لسه، ويكمل لغايه ما يستقبل الحرف رقم 16 هيحطه في ريسيف، هيزود الكولوم يخليك 16. هل الكولوم اقل او يساوي 16 واكبر يساوي 1؟ نعم. وقتها يطبعه على ال سي دي، خلي بالك في المكان 16، خلي بالك في دي في المكان 16. يطبع على السيريال، هيسال هل الكولوم بقي ب 16 او الكاركتر 16 ده؟ نعم. يبقى وقتها يبقى ال سي دي الصف الاولاني خلص. اعمل ايه؟ اعمل نيو لاين. ولو انت شغال على السيريال اعمل نيو لاين. هنعمل بلت بالوضع ده ورن من جديد. ويلكم اهي، ويلكم هنا. تعال نطبع كده. خلي بالك سيستمز الاس هنا اخر كاركتر في الصف الاول، يعني هو كاركتر رقم 16،
خلي بالك الطبع. بعد ما الطبع المفروض يعمل ايه في الكود؟ ينزل النيو لاين، يعني هو هيبتدي يقرا لغايه ما الكولوم يبقى بلس بلس، يعني قيمته بقت ب 16 خلاص. هيسال هل ب 16؟ يبقى يطبع القيمه على السيريال ويطبع القيمه على ال سي دي وهيعمل تشيك هل بقى ب 16. اول ما تبقى ب 16 يبقى ال سي دي الصف الاول انتهى، اعمل نيو لاين. في نفس الوقت انزل النيو لاين على السيريال، فعلا الاس ده رقم 16، لو عديت من هنا لغايه الاس هتلاقيهم 16. مباشره الكورسر نزل في الصف اللي بعده، وهتلاقي على ال سي دي مباشره الكورسر نزل هنا، بس هو انا طبعا خفي مش ظاهره، عامل كورسر اوف. نقف هنا، هنطبع توتوريال مش بيطبع. خلي بالكم انا بكتب على الكيبورد اهو مش بيكتب، ليه؟ لان هو اصلا عشان يطبع على ال سي دي وعلى السيريال هيطبع من كولوم واحد كاركتر واحد يعني لكاركتر 16. طب انت جبت سيره رو تاني او الصف التاني في السيريال؟ لا طبعا، عشان كده هعمل اف تانيه خاصه بالصف التاني. يبقى هنا هنطبع من 1 ل 16 في الصف الاول زي ما قلنا، اول ما يوصل ل 16 هينزل على ال سي دي سكند رو وهينزل على السيريال نيو لاين. هنرجع يزود، هيقرا الحرف 17 والكولوم ده هيبقى 17، يبقى دي معناها خاص بالصف التاني. هروح اسال الصف التاني بيبدا من 17 عندي ل 32، يبقى الصف التاني في ال سي دي بيبدا من هنا 17 بينتهي 32، عشان كده اسال من 17 اكبر او يساوي 17 واقل يساوي كام؟ 32. طبعا بعمل اند ما بين، وقتها اروح اطبع القيمه على ال سي دي واطبع القيمه على السيريال. نعمل بيلت بالوضع ده، ران ادي ويلكم هنا خلي بالكم هطبع الاس اللي هو كاركتر 16، مباشره نزل هنا نيو لاين دي الاف الاولانيه، ومباشره الكورسر نزل هنا ده في الاف الاولانيه. كل اللي انا كتبته دلوقتي داخل الاف الاولانيه دي، اي كاركتر هضيفه اللي هو الكاركتر اللي بعد كده اللي هو هيبقى رقم 17 هيدخل جوه الاف الثاني. هكتب كده توتوريال، هنا ابتدى يكتب لو لاحظت كورس كتبتها غلط، المفروض اس اي سوري. هنضغط مسافه، تمام؟ خلي بالكم انا ضغطت مسافه. هنكتب اي حاجه ثانيه؟ مش بيستقبل اي حاجه ثانيه، انا بكتب من على الكيبورد على فكره، مش بيستقبل اي حاجه ثانيه، تمام؟ ليه؟ لان هو بعد ما يخلص من 17 ل 32 مش هيلاقي حاجه، الكولوم هيرجع ثاني، هيقرا هيبقى الكولوم عنده كام؟ 33 مش 32، هيبقى 33، وقتها مش هيدخل اف دي ولا اف دي، يبقى وقتها مش هيطبع على السيريال ولا ال سي دي ولا هنا ولا هنا، تمام؟ هيزيد الكولوم في كل مره الى ما لا نهايه، يبقى انا مباشره اول ما يوصل ل 32 اعمل ايه؟ يبقى هنا هيطبع عندي من 17 لكاركتر 32، هيكتب على ال سي دي وعلى السيريال عندي، وهروح اعمل تشيك. بعد ما يطبع 32 او اللي هو الكاركتر رقم 32 هروح اعمل تشيك، هل الكاركتر بترتيبه 32؟ معنى كده ان المتغير اللي اسمه كولوم بيساوي 32؟ اول ما يوصل هنا 32 المفروض الكورسر ده ينزل فين؟ ينزل هنا، يبقى الكورسر ده ينزل هنا مباشره. اول ما ينزل هنا يروح يطبع كلمه دن، معناها ان العمليه نفذت خلاص وانتهت، ينزل نيو لاين تاني عشان يستعد للجمله اللي بعدها، يبقى تاني وصل 32 هنا خلاص، المفروض الكورسر ينزل هنا، يبقى اطبع دن، وبعد دن انزل النيو لاين برضو عشان يبقى الكورسر استعدادا للمره الجايه. بس في نقطه مهمه هنا، المفروض كمان ال سي دي تتمسح استعدادا للمره الجايه، تمام؟ يبقى اقول له اول ما الكولوم يبقى عندي ب 32 او كاركتر 32 امسح الشاشه استعدادا ان انا هكتب من جديد، تمام؟ اعمل وقتها ايه؟ نيو لاين. نيو لاين بعد مين؟ بعد الصف ده، مش انت طبعت هنا؟ يبقى اعمل بعدها مباشره نيو لاين، وقتها اطبع كلمه دن وعلامه تعجب على السيريال، معناها ان العمليه انتهت او تم تنفيذها، وبعد كلمه دن اعمل نيو لاين استعدادا لاي حرف هكتبه مره ثانيه. تعمل نعمل بلت كده ران. خدت بالكم بعد الاس نزل هنا مباشره والكورسر على ال سي دي نزل بس مش واضح، هكتب هكتب حرف زياده بعد كلمه ستارت وليكن حرف اي. خلي بالك الاي هيتكتب هنا وهنشوف على ال سي دي يتكتب ولا لا. خدت بالك؟ يبقى الاي اتكتب هنا ورجع لي كلمه دن، بس ال سي دي وقتها اتمسحت، المفروض يظهر لي حرف الاي هنا، بعد ما كلمه ستارت يظهر الاي والشاشه تبقى ثابته، المفروض تتمسح في حاله ان انا هكتب حروف اضافيه كمان هنا، يبقى لما اجي اكتب من جديد هنا المفروض يعمل ايه؟ يمسح الشاشه وقتها، الكلام ده فيه خطا طبعا، ان انت عند الكاركتر 32 هو الاي ظهر على ال سي دي اصلا واختفى، اول ما يوصل للكاركتر 32 وقتها انت طبعت على ال سي دي اللي هو الحرف الاي اللي انا كتبته هناك، بس مباشره مع ده بالكاركتر 32 قلت ارجع تاني روح امسح ال سي دي كلها، فبالتالي الحرف ما ظهرش. الاي ظهر وانت مسح ال سي دي على طول وقتها، رحت عامل نيو لاين على اليو ار تي دي ما فيهاش مشكله، وكتبت كلمه دن وعملت نيو لاين تاني استعدادا لاي كاركتر بعد كده، تمام ما فيش مشكله. يبقى هنا كلير ال سي دي الامر ده في الحته دي خطا، مش انت اول ما توصل للكولوم 32 المفروض تطبعه على السيريال وتطبعه على ال سي دي، تمام؟ طب بعد ما تطبعه على ال سي دي
لا تمسحش الشاشه وقتها. تمسح الشاشه امتى؟ اول ما الكولوم يبقى 33. يبقى اول ما بي 32 هيعرض على ال سي دي عندي اللي هو حرف اي اللي انا كنت كاتبه يطبعه على اليو ارت. لما يجي يبقى الكولوم 32 او الكاركتر 32 يعمل نيو لاين، يكتب دن ويعمل نيو لاين، هيرجع تاني هيقرا من هنا ويحطه في ريسيف ويزود الكولوم بواحد بي 33، هيدخل هنا لا، هيدخل هنا لا، يبقى ال سي دي هتبقى زي ما هي زي ما هي، مفيش اي اختلاف. اول ما يبقى الكاركتر الاضافي الجديد اللي انت هتكتبه امسح الشاشه وقتها وخلي الكولوم عندك بواحد عشان يبدا الكاركتر من اول، من اول ال سي دي مره ثانيه. يبقى اول ما يوصل ل 33 همسح الشاشه وهخلي الكولوم بواحد. نعمل بلت هنا رن ويلكم اهي. خلي بالك هضغط مسافه، اول ما ضغطت مسافه رد بكلمه ضن ونزل الكورسر هنا تمام، والمسافه ظهرت هنا. خلي بالك ما مسحش الشاشه زي المره اللي فاتت تمام. هنكتب بصوا كده، لما انا كتبت هنا ابتدى يمسح الشاشه اهو. ركز معايا كده، اه عندي هنا من جي ل اتش، وادي الاتش اللي هنا. خلي بالك هنا في حرف جي كلمه ضن اهي تمام. هنكتب اتش، واخدين بالكم؟ بص كده هتلقى اللي تحت 16 كاركتر نفس اللي على ال سي دي 16 كاركتر، ما عدا الصف الاول هو 16 بس. هنا المشكله في كاركتر معايا ناقص، يعني انا اكتب هنا كده امبيدد، انا كتبت حرف الاي ما ظهرش. يبقى انا كتبت حرف الاي ما ظهرش ليه؟ تعال مع بعض نشوف كده. يبقى انت اول حاجه طبعت عندك من 1 لكام؟ ل 32. هيعمل تشيك هنا هل الكولوم في الكاركتر اللي هو كاركتر 33 قلت له خلي الكولوم بكام؟ بواحد، وامسح الشاشه. يبقى وقتها الحرف اللي اتضاف بعد 32 مش هيظهر تاني. الحته دي انت استقبلت من 1 ل 16 اتعرض ونزلت نيو لاين في الاثنين ال سي دي والسيريال، الكولوم ده هيزيد لغايه 32، يعني هيزيد من 16 ل 32، هيبقى معايا هنا من 17 ل 32. هتعرض القيمه على ال سي دي واليو ارت، اول ما توصل ل 32 هتطلع على اليو ارت تعمل نيو لاين، وبيعمل نيو لاين مفيش مشكله. هيرجع تاني هيستقبل الحرف اللي بعد كده، الحرف اللي هيستقبله اللي بعد كده هيحطه في ريسيف ده اللي هو رقم 33، وقتها هيخلي الكولوم ب 33. يعمل تشيك هنا هل داخل اف دي 33؟ لا. طب داخل دي؟ لا. هيروح عامل ايه؟ هيلاقي الكولوم ب 33، يبقى خلي الكولوم بواحد، خلي بالك بواحد، ويمسح الشاشه. طب لما الكولوم بواحد انت وقتها كنت كاتب كاركتر هناك من على السيريال، يبقى وقتها انت ما فيش حاجه هنا تقول له خلي الكاركتر ده يظهر على السيريال ولا ال سي دي، صح؟ يبقى كده الحرف ضاع مش موجود. تعال تاني نشوفها كده على البروتوس، ركز معايا كده رن. هنكتب اهو، خلي بالك انا عملت مسافه هنا، المسافه هنا هتظهر على ال سي دي. انا اول ما طبعت حرف الاي هو مباشرة خلص هنا ورد كلمة ضم ونزل كورسر هنا. تعال نكتب كده كده بالنسبة لي بعد الاي ده الكولوم كام؟ الاي ده نفسه كولوم 32، الكورسر وقتها واقف عند الكولوم كام؟ 33، ونزل هنا نيو لاين تمام. هنكتب حرف الاي، انا ضغطت الاي من الكيبورد، خلي بالك اول ما ضغطت الاي من الكيبورد هو مسح الشاشة فعلا بس ما كتبش حاجة هنا ولا هنا. ليه؟ زي ما قلنا هيبتدي يكتب من 1 ل 32، عندي 33 هيدخل جوه اف الاولانيه؟ لا. الثانيه؟ لا. هروح داخل جوه اف دي لان الكولوم بي 33، وقتها هيمسح ال ال سي دي ويعمل كلير اللي هو لما انا ضغطت على الاي الزياده الاخيره دي، مش الاي في كورس، لا حرف الاي اللي انا ضغطت عليه من الكيبورد بعد كلمه كورس، مسح الشاشه وخلى الكولوم بواحد. طب هيستنى كمان يتشيك هل في داتا ولا لا؟ هيستنى الداتا، الداتا اللي جايه هحطها في ريسيف، وقتها الكولوم كان بواحد بس هيزوده واحد يخليه باثنين، ويجي هنا يعرض على ال سي دي من الكاركتر رقم 2 على ال سي دي، والكاركتر اللي قبل كده ضاع. يعني انا هاجي اكمل هنا، ركز معايا هكمل اهو، هكتب تي تمام. بص كده هنا هتلقى في حرف ناقص، هو مش ناقص في الاخر، ناقص في الاول، ده بسبب ان هو لما دخل هنا الحته دي ما عرضهوش. يبقى اف دي في وجودها هنا غلط، يبقى المفروض توجد فين؟ توجد قبل دي، لان اول ما الكولوم عندك يوصل ل 33 يعمل تشيك هل الكولوم ب 33؟ يبقى وقتها خلي الكولوم بواحد وامسح الشاشه. الكولوم لما يبقى بواحد ده معناه ان في كاركتر جاي له، هيروح ينزل على اف اللي بعدها يعمل تشيك هل الكولوم اكبر يساوي 1؟ يبقى اطبع الكاركتر مباشره واطبعه على ال سي تمام. نعمل بلت كده رن، ركزوا معايا انا بضغط التي اهو ظاهره اهي توتوريال، هضغط حرف الاي كمان، الاي هنا ظهرت اهي، ولما ضغطت الاي ما مسحش الشاشه على طول، ده رجع لي كلمه ضن ونزل الكورسر. هيستنى مني اي حرف هكتبه بعد كده، انا هكتب التي الاول اهو، شيفت تي هتبقى كابيتال، ركز معايا كده، وقتها على طول هتظهر على السيريال وظهرت على ال سي دي، من شويه ما كنت بضغط عليها ما كانتش بتظهر تمام. يبقى ادي ظهرت مباشره. نكتب كده هضغط كيو، خلي بالك بي كيو بي عندي 16 كاركتر هنا، بي من شويه المشكله اللي كانت في كاركتر طاير مني، لا انا رجعتها كده لان هو
هيطبع من 1 ل 16 من 17 ل 32 وبعد كده هيخلي الكولوم يرجع تاني يقرا الكاركتر بعد كده بقى الكولوم عنده 33 مش هيطير لا وقتها هيعمل تشيك هل بقى ب 33 امسح الشاشه استعدادا لاي حرف هيطبع بعد كده وخلي الكولوم بواحد ما 33 دي معناها ان جالي الكاركتر ازيد من حجم ال ال سي وقتها هيبقى الكولوم بواحد ينزل على الاف اللي بعدها يعمل تشيك هل الكولوم اكبر من واحد فعلا الكولوم اكبر او يساوي واحد من الحاله اللي فوق وقتها خد الكاركتر ده يطبعه في اول مكان في ال ال سي دي ويطبعه في اول مكان في مين في اليو ار يبقى كده الكود بقي تمام ناقصنا حاجه واحده ان انا لما اضغط على سلاش دي اللي هي علامه على اللي هي مع الارقام يمسح لي الشاشه لو لاحظت لما ضغطت عليها ظهرت هنا وهنا تمام لا انا عايزه لما اضغط عليها يمسح لي الشاشه ايا كان عدد الكاركتر يبقى اجي بعد ما اعمل ريسيف وازود الكولوم مباشره بعدها كده اروح اعمل اف كده اقول له اف ريسيف اللي جايك من فوق لو كان بيساوي يساوي علامه على دي اللي هي سلاش وقتها صفر الكولوم مباشره صفر الكولوم استعدادا للمره الجايه وامسح ال ال سي دي واعمل النيو لاين واطبع كلمه ويلكم واعمل النيو لاين استعدادا لاي كاركتر هتكتب على اليو ار يبقى تاني هقول له اف الاول قبل ما ادخل جوه الافات اللي تحت اقول له اف ريسيف بيساوي اللي هو علامه على او سلاش امسح ال ال سي دي اعمل النيو لاين مباشره اطبع كلمه ويلكم على اليو ارت واعمل النيو لاين تاني تمام واخلي الكولوم عندي يرجع زيرو لان انت ممكن تطبع كذا كاركتر من قبل كده وقتها الكولوم ده هيبقى قيمه معينه خلاص وليكن 6 لا ده مباشره انا اصفره عشان لما يتصفر لما يتصفر هينزل يعمل تشيك هنا هل ب 33 لا طب من 1 ل 16 لا طب من 17 ل 32 لا وقتها ما يطبعش حاجه يبقى طول ما هو انا صفرت الكولوم يبقى هيدخل يعمل تشيك على الافات اللي تحت مش هيلاقي ولا اي كونديشن متحقق فوقتها ما يطبعش الحرف على الشاشه ولا اليو ار مجرد ان هو يمسح الشاشه فقط تمام طب لو هتكتب ده هيعمل ايه مباشره هيروح ماسح اليو ار تو الال سي دي ده لو كان الاف الكاركتر اللي جاي هو السلاش ان كان الدي اف هنا اروح اقول له الكود ده كله هخليه جوه الس يبقى الكود ده كله هنا اروح اقول له جوه الس كده واروح هنا في النهايه واقفل قوس الس واخد الكود ده كده تاب رجعه لورا كده عشان اعرف ان الجزء ده جوه الس يبقى هيعمل ايه هو كده هيروح يرجع هيقرا ويحط في ريسيف وهيخلي وقتها الكولوم ده بلس بلس لو كانت انيشال بزيرو هيخليه بواحد هل الريسيف اللي جاي ده عباره عن سلاش لا يبقى مش هينفذ اف اللي هنا هينفذ الس الس هيروح ينفذ الكود اللي قلنا عليه كله ده هيعمل تشيك على كل ده اللي جوه هيرجع تاني ريد حطه في ريسيف هيزود الكولوم وقتها هل الريسيف ده بيساوي سلاش لو كان وقتها سلاش يبقى يصفر كولوم ويصفر ويمسح ال ال سي دي ويعمل نيو لاين ويكتب كلمه ويلكم على اليو ارت او السيريال ويعمل نيو لاين تاني هيدخل جوه الس تاني لا مش هيدخل جوه الس في الحاله دي لان هو نفذ اف اللي فوق يرجع تاني ريد يحطه في ريسيف هيعمل تشيك هل الريسيف ده يساوي على او سلاش لا طبعا فيروح ينفذ الس يروح طابع ده على السيريال نعمل بلت بالوضع ده رن هنطبع كلمه امبيدد سيستمز خلي بالك هنا اي كاركتر بكتبه انا عملت مسافه اهو انا ضغطت مسافه هنا توتوريال كورس هضغط اي بص بعد ما ضغطت ايه اللي حصل كتب دن ونزل كورسر وكده ال سي دي ما زالت محتفظه بالكلام تمام هعمل ايه دلوقتي اي حرف هكتبه دلوقتي هيمسح ال سي دي هكتب اي هيعرض الاي كابيتال هنا والاي كابيتال ومسح الشاشه قبل ما يكتب اي خلي بالك من الحته دي خلاص وقتها هضغط مسافه كده هكتب اي حروف خدتوا بالكم اي حروف اهو انا هعمل ايه دلوقتي الحروف اللي انا كتبتها غلط انا هضغط علامه على او سلاش من على الكيبورد بص كده مسح ال سي دي وكتب كلمه ايه بعد الحرف ده عمل نيو لاين وكتب كلمه ويلكم وعمل نيو لاين استعدادا لمين لا اي حرف بعد كده امبيدد تاني اهو اعتقد الفكره بقت واضحه اهي يبقى الكود ببساطه جوه فور عندك بتعمل تشيك هل في داتا ولا لا لو في داتا وقتها هتروح تنفذ كل ده هيتنفذ عندك جوه مين جوه اف الاولانيه كل ده هيتنفذ جوه اف الخاصه بالداتا هل في داتا ولا لا لو في نفذ هيقرا الداتا اللي جايه ويحطها في ريسيف وهيزود عندي الكولوم هيبقى بواحد كلمه كولوم بواحد يعني ده اول كاركتر هيعمل تشيك هل ريسيف ده عباره عن علامه على لو يبقى هيمسح الشاشه ويعمل نيو لاين ويكتب كلمه ويلكم ويعمل نيو لاين وما ينساش يصفر كول طب وقتها لو ريسيف ده بيساوي علامه على مش هيخش جوه الس هيرجع تاني هيستنى يعمل ريد من جديد ويحطه في المتغير ريسيف المره الجايه كولوم خلي بالك هتبقى متصفره من قبل كده اهي يبقى كولوم بلس بلس هتبقى واحد في المره دي هل ريسيف بيساوي علامه على لا هيروح داخل جوه الس هيعمل تشيك في الاول هل الكولوم بيساوي 33 لا مش هيدخل جوه دي الكولوم بيساوي كام المره دي واحد يبقى فعلا اكبر او يساوي واحد واقل او يساوي 16 هيطبع على ال ال سي دي وعلى اليو ارت لغايه امتى لغايه ما كولوم يوصل ل 16 اول ما يوصل ل 16 هينزل النيو لاين او السكند رو على ال سي دي والنيو لاين في اليو ار او لو الريسيف عندك من بين 17 و 32 هيطبع على ال سي دي في المكان الجديد ليه اللي عرف المكان الجديد ما انا عامل نيو لاين فوق
اهو او سكند رو في ال سي دي، فهيطبع في السكند رو في ال سي دي، وهيطبع في السكند لاين الخاص باليو ار لغايه 32. اول ما تساوي 32 هيعمل نيو لاين على اليو ار، ويطبع كلمه دان على اليو ار، ويطبع نيو لاين تاني او يكتب نيو لاين تاني على اليو ار استعدادا للكاركتر بعد كده، لغايه الكلام ده يوصل ل 33. الكاركتر 33 هيمسح الشاشه بس، لان عند 32 انت عملت نيو لاين وكتبت كلمه دان وعملت نيو لاين، يبقى ملهاش لازمه خلاص. يبقى عند الكولوم بيساوي 33 امسح الشاشه بس واخلي الكولوم واحد، لان 33 دي معناها ال LCD عندي كام هنا 16 و16 يبقى 32. 33 معناها يتكتب في الحته دي، يعني في كاركتر جاله اقول له لا ما تكتبوش في الحته دي، اقول له خلي الكولوم بواحد عشان يرجع تاني يطبعه في اول مكان في ال LCD، وفي نفس التوقيت اعمل LCD كلير ينزل F اللي بعدها هيعمل تشيك هل الكولوم اكبر يساوي واحد، اه يبقى وقتها روح اطبع الكاركتر اللي انت كنت هتطبعه في 33 في اول عمود عندك في اول مكان في ال LCD، وكمان في اول مكان في اليو ارت وهكذا. دي كانت فكره مبسطة النهاردة، الكود بسيط طبعا في افكار ومحتاج ان انت تتدرب عليه كتير وتفهمه وتعيد الفيديو مرة واتنين. ان شاء الله في الفيديو القادم هناخد برضو افكار تانية خاصة باليو ارت والال سي دي، هنكمل في الموضوع ده تبقى فيه فكرة اضافية. والكلام ده مهم في ان انا اشغل جهاز عندي هنا عن طريق باسورد هكتبها من السيريال، فالحلقات دي مهمة ياريت تسمعوها كويس وتبقوا مركزين. ولو عندكم اي اسئلة او استفسارات صبها لنا على هي التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.